السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب؟ هنكمل بإذن الله. طيب، دلوقتي احنا اتكلمنا عن الابستراكتد لوسز، اتكلمنا عن البوليمورفيزم، او يعني بمعنى ادق شوية احنا خلصنا يعتبر تلات ارباع شابتر 10 او شابتر 10 من الكتاب. هو كان الاسم بتاعه بيشرح بالتفصيل البوليمورفيزم والانترفيز. فاحنا خلصنا البوليمورفيزم، اتكلمنا شوية عن الابستراكتد لوسز، كان في سيكشن لوحده خالص. طيب تعالى بقى ناخد النص التاني من الشابتر او الجزء التاني من الشابتر، وهو كلمة الانترفيسز. قبل اي حاجة خالص، الانترفيسز ديت فعلا هي واحد من اهم الكونسبتس اللي موجودة في الاو بي. انا عارف ان انا بقول ان كلمة اهم الكونسبتس بقولها على كل حاجة بناخدها، ولكن فعلا الانترفيس هنا من يعني اكتر الحاجات اللي فعلا مبني عليها حاجات كتيرة جدا جدا جدا. سيبك بقى من الجافا، سيبك من الـ اللي هو بي بشكل عام، زي من الحاجات دي كلها، ولكن هتلاقي نفسك محتاجها في كل حاجة انت بتعملها بعد كده كبروجرامر او كديفلوبر او كواحد هيشتغل كمينلي ديفلوبر او واحد بيكتب برامج اصلا. فكلمة انترفيسز كلمة مش سهلة. لما تلاقي مثلا ان حاجة زي ديزاين باترن، علم كامل او كورس كامل او حاجة تانية خالص، كلها مبنية في الاساس على كونسبتس الانترفيسز، او يعني ايه تبقى انت فاهم يعني ايه انترفيس. لما تيجي تذاكر ديزاين باترنز بالجافا او بالسي شارب او اي لغه برمجه فيها او بي، هتعرف ان دايما في كونسبت حاجه اسمه مثلا او حاجه اسمها بروجرام تو انترفيس، او دايما اشتغل بالانترفيسز. كونسبت كتيره جدا وحاجات كتيره جدا 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 اصلها في الاساس كله الانترفيسز، فلازم تكون فاهمها كويس قوي 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 قوي. طيب هل هنا احنا هنشرح الانترفيسز بشكل دقيق او هنخش في تفاصيلها قوي؟ اكيد لا طبعا. حتى هنا الشابتر مقسمها، لان احنا قدام شويه بقى هنعرف الجافا بتستخدم الانترفيسز ازاي او بتشتغل بيها ازاي. ان زي ما اتفقنا في الاول خالص، الجافا مبنيه في الاساس على الاو او بي، فكل حاجه انت بتاخدها هنا الجافا اوريدي مستخدماها عشان تبني اللغه نفسها. لازم تكون عارف كويس جدا الحته دي. فاحنا هنشوف الجافا بتشتغل ازاي بالانترفيسز، هنشوف يعني ايه انترفيسز اصلا كانترودكشن عاديه جدا، هنعرف بس فكرتها بشكل بسيط شويه، هنعرف الحاجات اللي انت محتاج انك تعرفها مثلا عشان تعمل سيمبل ديسك توب ابلكيشن بالجافا ستاندرد اديشن، يبقى بس يكون في كل الكونسبتس اللي انت خدتها في الكورس ده، وفي نفس الوقت تكون انت لميت كميه كويسه من اللغه، لكن برضو انت لسه ما دخلتش في ليفل ادفانسد او الحاجات دي كلها. فهناخد الحاجات اللي انت ممكن تكون محتاجها او الحاجات اللي انت هتتعرض لها في الانترفيسز، لكن بعد كده هنبدأ نتقدم فيها شوية. طيب يعني ايه انترفيسز؟ تعال بس نتكلم شوية او نرجع شوية لفكرة الابستراكت كلاس، لان ده سؤال جالي وعجبني جدا، ايه الفرق بين كلمة ابستراكت كلاس وايه الفرق بين الانترفيسز؟ طيب احنا دلوقتي عندنا الاكزامبل اللي كنا شغالين عليه على طول بقالنا فترة مثلا. تعال نصغر بس الحتة شوية كده عشان نعرف نشتغل شوية. انا كان عندي ده مثلا كده، الكلاس كان اسمه كار. اقفل الخط شويه. الكلاس كان اسمه كار، تمام كده. وكان عندي بينهرت منه مثلا، كان عندي بينهرت منه مثلا عربيات كتير او كل العربيات الكتير بشكل الانهرتنز او بالانهرتنز اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، تمام. كل بقى نوع كان ليه اسم معين، وليكن بقى ده نوع مثلا اسمه ايه، مثلا الكار من نوع بي سي مثلا دي اي، ايا كان بقى الانواع مش تفرق معايا حاجه خالص دلوقتي، انا بس بحاول اوصل لك الكونسبت شويه. وده كلهم بينهرتوا منه، واحنا اتكلمنا بالتفصيل عن الانهرتنس في الشابترز اللي فاتت. طيب لما جينا اتكلمنا عن الابستراكت كلاس، قلت لك خلاص انت طالما ده كلاس كار، انت مش محتاج انك تعمل منه اوبجكت، لان هو في الاول وفي الاخر كار. انت لما تيجي تشتغل بالكارز نفسها بقى، هتشتغل بالانواع الحقيقيه للكار، هو ده في الاخر جاست ابلو برنت، او جاست كده ان هي حاجه تمهيديه للحاجات بقى اللي هتنهرت منها، او الحاجات اللي هتبدا تشتغل بيها، الحاجات اللي هتتخصص فيها شويه. يعني مثلا الكار دي اللي هي ايه، وليكن من نوع هيونداي، هيونداي هنا هي كار، تمام. ولكن الكار هنا لازم تقول الكار دي نوعها ايه، الكار دي هيونداي، عشان تبدا تشتغل بالهيونداي نفسها، او تبدا تشوف الكار دي عباره عن ايه نفسها. لكن مش هتعمل لي اوبجكت من الكلاس كار، ملوش معنى ملوش لازمه، تمام كده. فكنا بنحدد الاوبجكت ده على انه ايه، على انه بالظبط كده ابستراكت. كنا بنقول ان ده ابستراكت كلاس، ولما كنا بنعمل ابستراكت كلاس معناه ان انا ما اقدرش ان انا اكريت من اوبجكت. زي هنا مثلا كده، ده كان كلاس كار، مش عارف انا حددت الكلاس. هنا ده كلاس كار كده، كنا عاملين كلاس كار ده على انه كلاس ابستراكت كلاس،
تمام كده. فانت لو جيت في المين ميثود هنا وجيت حاولت تقول ان مثلا كار مثلا اس ايا كان مش تفرق بيه ايكوال مثلا نيو كار، ثانية واحدة كده بس عشان في حاجة، تمام كده. كان هنا هيقول لك مش هتعرف انك تعمل اوبجكت اللي هو كار از ابستراكت. طيب اللي ظهر بس ده الاول، انا عايز اقول لك بالظبط ايه اللي ظهر من شويه عشان تبقى انت برضو معايا في الصوره. الحته اللي هو عملها هنا كده من هنا سيمي كولون، ايه اللي حصل هنا او ده ايه اللي اشتغل هنا بالظبط كده. دي حاجه بنسميها يعني هناخدها بالتفصيل شويه، حاجه اسمها inner class او class جوه class. وانر كلاس بيبقى ليه شويه كونسبتس مختلفه شويه عن الكلاس العادي. بيبقى كلاس جوه كلاس، هتقول لي طب ده كلاس، هو فين الكلاس الثاني اللي جواه؟ هقول لك المين ميثود اللي هو شابتر 10، ما ده كلاس عادي جدا، وده هيبقى انر كلاس جوه انر كلاس جوه ميثود. يعني شويه تفاصيل كده معينه هنتكلم عنها بالتفصيل مش دلوقتي خالص يعني. طيب احنا كده رجعنا شويه عن فكره الابستراكت كلاس او يعني ايه ابستراكت كلاس. فكنا ما بنعرفش نعمل منه اوبجكت مش كده؟ لحد دلوقتي ما كتبتلكش سيرة الانترفيسز خالص، تمام كده؟ تمام. طب المميزات بتاعت الابستراكت كلاس كانت عباره عن ايه؟ عباره عن انك تقدر تحط فيه فانكشنز، والفانكشنز ديت من غير امبلمنتيشن. الفانكشن بتعرف على انها مثلا بابليك ابستراكت فويد مثلا ستوب، فانكشن ستوب، وتعمل لها امبلمنت مثلا في كل انواع الكارز بقى اللي هي بقى مازدا وبي ام دبليو ومش عارف ايه، كلهم بتعمل لهم اوفر رايد. بي ام دبليو كنا معرفين عنه كلاس عادي مثلا فريري هنا، كانت اوفر رايد مثلا اللي هي الفانكشن اسمها ستوب بنفس الديكلريشن بنفس الحاجات دي كلها، بتحط مثلا ستوب كار فيراري مش عارف ريمبورس كذا ايا كان. وطبعا الكلاس فيراري بيكستند كلاس كار. ده كله كلام جميل جدا جدا جدا، ولكن لو جيت انت خدت بالك من حاجه مهمه بقى، ده كار حلو كده، حلو جدا جدا، ودول كلهم ايه؟ كارز يعني هيونداي فيراري بي ام دبليو، حاجات كلها ريليتد تايبس. وركز جدا بقى في الجمله دي، related types يعني ايه؟ يعني كلهم نفس النوع، كل دولت عربيات، صح كده؟ هل انا ينفع ان انا اقول لك اعمل لي كلاس تاني الكلاس ده هيبقى مثلا وليكن مثلا موتور بايك او موتوسيكل مثلا او حاجه؟ هل ينفع حاجه شبه كده؟ اكيد لا طبعا، لان كل الفاريبلز وكل الميثودز اللي هنا استحاله تبقى في الموتور بايك هنا. يعني مثلا ده في ويلز مثلا اربع عجلات، لكن هنا هيبقى في كام؟ في عجلتين بس. الانجن بتاع ده مثلا مختلف خالص عن الانجن بتاع ده. مفيش مثلا كراسي، مفيش مش عارف ايه، مفيش حاجات مختلفه خالص. فالكلاس ده نوعه مختلف خالص عن كل الكلاسز دي، فده مش ريليتد تايب. يعني ده لما تقولش تقدرش تقول ان ده ريليتد تايب. هو طبعا كسنتكس او كسينتاكس في اللغه او حاجه مش هيقول لك لا انك تعمل كلاس وتسميه موتور بايك وتحط فيه الفاريبلز اللي انت عايزه وتخليه ينهرت من ده، ياخد منه حاجات صغيره جدا، مفيش مشكله خالص، تمام، هيشتغل معاك كويس جدا. ولكن فين الكونسيبت بتاعك بقى؟ فين الاو بي في الموضوع؟ مفيش، انت كده اديت الاو بي خلاص، قلت لها مش فاهمك اصلا ومش شغال بيك اساسا، وكملت عادي جدا وخليت فيه كلاس ملوش علاقه خالص بكل الكارد ينهرت من كلاس تاني اللي هو ابستراكت اسمه كلاس كارد، تمام كده؟ فدي مشكله. فما ينفعش انك تخلي الموتور بايك هنا يعمل ايه بالظبط؟ ما ينفعش انك تخلي الموتور بايك ينهرت من الكلاس كار، مش منطقيه. قيس على كده بقى اي حاجه، ما ينفعش انك مثلا تعمل لي كلاس تاني هنا، الكلاس ده مثلا تسميه وليكن مثلا بوت او حاجه اللي هو مركب صغيره او كده، والمركب دي تنهرت من هنا، لان المركب مثلا عندها انجن والكار عنده انجن، مش منطقي خالص برضه، ما انت كده بتبهدل الدنيا خالص، مش كده ولا ايه؟ كويس جدا جدا. طيب هنا بقى جت كلمه الانترفيسز، او هنا الفرق الجوهري جدا، وده اجابه على السؤال بقى ان في حد ساله لي، ايه الفرق ما بين الكلاس ابستراكت وايه الفرق ما بين الانترفيسز؟ هنا الفرق بقى ان الانترفيسز هو ما يربط الـ unrelated types of classes، والابستراكت كلاسز هو ما يربط الـ related types of classes. مش فاهم حاجه خالص، هقول لك شويه، هقول لك براحه كمان. الـ unrelated types يعني ايه؟ unrelated types يعني انواع مالهاش علاقه ببعضها، ده الانترفيس بيعمله. طب الـ related types يعني حاجات ليها علاقه ببعضها زي دول كده كلهم كورس، ده الـ abstract class بيعمله. طيب في اخر الفيديو هنا او ممكن فيديو ثاني باذن الله هنبدا نشرح يعني ايه
يو ام ال دياجرام، ويعني ايه كلاس دياجرامز، ويعني ايه او بي بقى ديزاين اناليسيس، وحاجات كتيره جدا. عشان تبدا تمبلمنت الكود بتاعك لازم تكون انت عامل كلاس هيراركي كبيره جدا، وتقدر تشتغل بشكل مختلف خالص عن كده يعني. فهنشوف الحاجات دي بالتفصيل قدام، بس عايز اوصل لك الحته دي دلوقتي. طيب فتعالى بقى نشوف الفرق ما بين الابستراكت كلاسز وما بين ما بين مثلا الانترفيسز. انا همسح الحاجات دي كلها، مش عايزها دلوقتي. همسح دول برضو كده. وتعالى بقى نشوف يعني ايه انترفيسز، او الانترفيسز اصلا بتشتغل ازاي. هاجي هنا كده وهقول نيو جافا كلاس في جافا انترفيس او جافا انترفيس، تمام. وهسمي الانترفيس هنا، وعشان دايما انت عارف ان في حاجه اسمها نيمنج كونفنشن، فنيمنج كونفنشن حاول دايما ان اي انترفيس ليك يكون بيبدا بحرف الاي كابيتال، حرف الاي كابيتال، وتحط الاسم اللي انت عايزه بقى. انا مثلا هسمي الانترفيس بتاعي هنا عشان العربيات وكده، هسميه مثلا اي مثلا ستوبابل، ستوبابل غالبا انا كاتبها سنتكس غلط، مش مهم، بس غالبا هي صح يعني. اي ستوبابل. ودايما حاول برضو الانترفيسز بيبقى فيها كلمه الايبل في الاخر دي، يعني مثلا زي اي بيبل، البيبل جاي من بي اللي هو يدفع، او حاجه فيها اي حاجه مشتريات. هناخد اكزامبلز دلوقتي، حتى الكتاب فرض اكزامبل بالشكل ده كده، اللي هو يعني دايما بص هقول لك حاجه، كلمه انترفيسز جاي زي ما قلنا من شويه عباره عن ايه، عباره عن ان unrelated types كلهم بيشتركوا في صفه واحده، فما ينفعش ان انا احط الصفه ديت في كلاس واحد واخليهم كلهم ينهرتوا منه، واخلي الكلاس ده ابستراكت، مش منطقي، تمام. لكن لما اخلي فيه انترفيس كل وظيفته ان هو يخلي كل الكلاسز ديت تشترك في كومن ميثود او في بيهيفير معين، والبيهيفير ده يتحط في الانترفيس، يبقى الانترفيس ده بيعمل ايه؟ في الاكزامبل بتاعنا هنا مثلا ستوبابل، او بيقدم امكانيه ان انا اوقف العربيه بتاعتي مثلا. طب البيبل بيقدم امكانيه ان انا ادفع حاجه، او اي حاجه قابله للدفع، او هنا اي حاجه قابله ان هي تقف. لو خدت بالك من كلمه اي حاجه قابله لي، يعني كل الحاجات اللي بتشترك في صفه معينه، مش شرط كلهم يكونوا نفس الحاجه، ولكن كلهم بيشتركوا في صفه معينه، تمام. هنا هنخلي هنا الصفه بتاعتها ان هي ستوبابل، او حاجه قابله ان هي تقف، يعني لان كل الكارز طبعا بتقف، ومش كارز بس بقى، هنشوف الكلام ده قدام. يبقى الكلاس عندنا او الانترفيس عندنا هيبقى اسمه اي ستوبابل. تعال بقى نشوف كل الحاجات اللي ممكن تتحط جوه الانترفيس. الانترفيسز ما بيتحطش فيها اي نوع من امبلمنتيشن خالص، يعني حضرتك ما ينفعش تيجي تقول لي هنا مثلا كده بابليك مثلا ستوب، وتفتح لي هنا كده قوسين، وتفتح لي هنا كده، تمام، مثلا void عشان تشتغل على طول. هو حتى سينتاكس ايرور من غير ما انت تكمل اي حاجه في اي حاجه خالص. هنا مثلا بيقول لك ايه، انترفيس ابستراكت ميثودز كان نوت هاف بودي، يعني ما فيش اي انترفيس في الدنيا هينفع ان هو ياخد بودي لفانكشن، الا في حالات معينه هنقولها قدام، ودي كان انهانسمنت اصلا، يعني حاجه اتحسنت في الجافا، بس الاساس واول ما لوجو بي طلعت والحاجات دي كلها، ما ينفعش الانترفيس كلاسز او الكلاسز اللي موجوده جوه الانترفيس يكون فيها اي امبلمنتيشن. كل الشكل بتاعها طبيعي جدا انك تحط لي هنا كده سيمي كولون، سوري، خلاص كده انت عرفت ايه بالظبط، كده انت عرفت الميثود بتاعتك اللي هي الميثود هنا اسمها ستوب. يبقى كل كلاس هياخد من الانترفيس دوت لازم يعمل امبلمنت للفانكشن ستوب، من اخر لازم يعمل لها اوفر رايد، زي كونسبت الاوفر رايد اتكلمنا عليه قبل كده. معايا؟ كويس جدا. طيب دلوقتي انا عندي بابليك اسمها بابليك فويد ستوب، فانكشن بتقف، يعني فانكشن بتوقف ايا كان بقى مين اللي هياخد منها كمان شويه. هتقول لي طيب الشكل ده انا شفته، الشكل ده انا شفته في الكلاس الابستراكت اللي انت كنت جايبه من شويه، انك كنت كاتب لي بابليك ابستراكت، فمعنى انك كاتب لي الفانكشن بابليك ابستراكت معناها ان انا مش هقدر احط لها امبلمنتيشن، لازم اقفلها بالشكل ده كده، تمام. طب ليه هنا ما احطش مثلا هنا كمان ابستراكت؟ ينفع عادي جدا وهتشتغل عادي جدا، ولكن تعال نتكلم بشكل تفصيلي شويه. لما انا كنت بحط كلمه ابستراكت كنت بعمل ايه؟
بالظبط، كنت بجبر الكومبايلر ان انا اقول له ان انا مش هحط امبلمنتيشن للفانكشن دي، انا عايزك تحط لي بس كده قوسين او تحط لي بارامترز ايا كان انت عايز تاخد الفانكشن تاخد لها بارامتر ولا لا، وتحط لي سيمي كولون. ولكن الانترفيسز اوريدي بتعمل الحكايه دي، فانت لما سواء حطيت كلمه ابستراكت او سواء ما حطيتهاش، الانترفيسز بتحطها لوحدها. حتى هنا مثلا لو وقفت هنا كده مثلا، مش عارف اذا كان هيقول كليت مسج جافا دوك، لا مش محتاجين الموضوع ده دلوقتي، بس لو في اي دي اي احدث من ده شويه او اي دي اي اذكى من ده شويه زي الانتل جي او حاجه، هيقول لك كلمه ابستراكت هنا ريدندنت. يعني ايه ريدندنت؟ يعني حاجه متكرره ملهاش لازمه، سواء حطيتها او ما حطيتهاش كده كده الكومبايلر بيحطها اصلا، تمام؟ فممكن نمسحها. طيب كلمه بابليك، هل ريدوندنت ولا مش ريدوندنت؟ ريدوندنت برضه. ليه ريدوندنت؟ لان انت وانت في الابستراكت كلاس العادي جدا لما كنت بتحاول تعمل ميثود ابستراكت، ما انت لازم تخلي الميثود بابليك، والا الميثود مش هتعمل لها اوفر رايت تحت، فكان لازم تقول بابليك ابستراكت. مثلا الريتيرن تايب بتاع الميثود، اسم الميثود، السيجنتشر بتاعها، وسيمي كولن، صح كده؟ عشان لازم الميثود الكلاس اللي تحت تشوفها عشان تعمل لها امبلمنت، ما ينفعش انك تقول لها برايفت، مش كده ولا ايه؟ فهنا برضه نفس الفكره، انك مش محتاج انك تحط كلمه بابليك اصلا، الكومبايلر اللي بيحطها لوحده، ما انت مجرد ما تاخد من الانترفيس دوت لازم غصب عنك تعمل امبلمنت لكل الميثودز اللي فيه. فدي حته لازم تكون فاهمها كويس قوي، كلمه بابليك وكلمه ابستراكت في الانترفيسز ريدندنت، يعني لو حطيتهم او ما حطيتهمش مش هتفرق مع الكومبايلر في حاجه، هو كده كده الكومبايلر فاهم. طب احنا كده هنا حطينا ايه؟ كده حطينا الاسم الميثود. تعالى بقى الكاريت كلاس، جميل ظريف جدا كده، او التو كلاسز بقى. تعالى مثلا نسمي الكلاس بتاعنا هنا، مثلا تعالى نسميه مثلا بي ام دبليو، بي ام دبليو او بي ام في ان هي وتعالى نعمل كلاس تاني، الكلاس ده ملوش علاقه بالكورس خالص، الكلاس ده مثلا اسمه تشيب او سفينه، مش عارف تشيب، ماشي تشيب سفينه مثلا، كويس كده. طيب دي حاجة ودي حاجة تانية، مش كده ولا ايه؟ ولكن الشيب بتقف او السفينة بتقف، صح كده؟ كويس جدا. والبي ام دبليو بتقف برضه، يعني الاتنين محتاجين فانكشن ستوب. بس هل ينفع ان انا اعمل كلاس واخلي الاتنين دولت ينهرتوا منه؟ ما ينفعش. ليه؟ لان دي حاجة ودي حاجة تانية خالص، دي كار ودي نوعها من انواع السفن والحاجات التانية، فلوجيك ما ينفعش، ما ينفعش ان انا احط حاجة اتنين شبه بعض، مش كده؟ وعجله برضه ما ينفعش ان انا اقول عجله ما العجله بتقف واحط لها حاجه شبه كده. فهنا دخلنا في ايه؟ هنا دخلنا في كلمه بقى الـ unrelated types of classes، او classes ملهاش دعوه ببعضها. فده دايما بيبقى في دماغك وانت بتعمل ديزاين لكل الكلاسز بعد كده بتاعتك. تمام كده؟ كويس جدا. طيب تعالى بقى في البي ام دبليو، انا عايز حضرتك دلوقتي تخليني، تعالى ناخد الجمله بمعناها الحرفي جدا. حضرتك محتاج ايه من الانترفيس اللي اسمه اي ستوبابل دوت؟ محتاج منه ايه بالظبط؟ محتاج تمبلمنت الميثود اللي جواه، تحط لها امبلمنتيشن عندك. هي دي الكي وورد بتاعه الجافا، كلمه امبلمنت. انا هامبلمنت مين بالظبط؟ هامبلمنت الاي ستوبابل انترفيس. على طول طلع لي ايرور. ايه هو الايرور؟ الايرور بالظبط زي لو انت فاكر لما كنت بقول لك ان في كونتراكت او في عقد ما بين الكلاس وما بين السوبر كلاس، لو كان السوبر كلاس ابستراكت، ايه الكونتراكت ما بينهم؟ كان دايما يقول لك ايه؟ طالما هتعمل انهيرت مني وطالما انا ابستراكت كلاس، يبقى حضرتك ملزم في العقد بتاعك انك تعمل امبلمنت لكل الميثودز الابستراكت عندي في الكلاس بتاعي، مش كده ولا ايه؟ هي دي الفكره بالظبط. هنا طالما انت عملت لي امبلمنت الاي ستوبابل انترفيس، يبقى لازم تعمل امبلمنت لكل الابستراكت ميثودز او كل الميثودز بقى اللي محطوطه في الاي ستوبابل انترفيس. فتعالى هنا مثلا نقف كده، هتقول لي هيقول لك هنا امبلمنت اول ابستراكت ميثودز او ميك كلاس شيب ابستراكت، ودي شرحناها في المره اللي فاتت بالتفصيل الممل. تعالى امبلمنت اول الميثود، هنا هيعمل اوفر رايد الميثود بابليك فويد ستوب. بص حتى هو هنا بابليك لوحده، مع ان انا هنا في الكلاس مش حاطط بابليك اصلا. وطبعا التراي والكاتش هنتكلم عنها بالتفصيل ممل. فتعالى هنا مثلا نقول كده هنا system.out.println مثلا ship stop ship stops مثلا، او السفينه بتقف،
كويس كده. طب تعالى بقى نروح للبي ام دبليو، تعالى برضو نخلي البي ام دبليو يمبلمنت الاي اس توبكل برضو انترفيس، برضو نفس الفكره ابستراكت ميثودز هنا، وتعالى نخليه هنا برضو يقول اي حاجه. مثلا بي ام دبليو ستوبس، كويس كده، كويس جدا كده. طيب ديت ايرور، مش عايزينها ايرور، احنا عايزينها اوت. دي برضه نفس الحكايه بس كده. ده الفرق ما بين الابستراكت كلاس وما بين ال ما بين الانترفيس. ده اول استخدام للانترفيسز، اللي هو ان انا بامبلمنت فيه كل الحاجات الانريليتد، او ان انا بحاول اربط بيه الكلاسز الانريليتد، او محتاج فانكشنز اربطها بانريليتد تايبس، يعني كده انريليتد تايبس اوف كلاسز يعني. بس كده. طبعا في تفاصيل تانية في الحاجات كتير جدا هنتكلم عنها بالتفصيل، بس تعالى مثلا نران الاكزامبل بتاعنا ده الاول كده. تعالى بقى نقول الكلاس بتاعنا اللي هو دلوقتي البي ام دبليو. بي ام دبليو مثلا كار بيكوال نيو مثلا بي ام دبليو. وتعالى مثلا نقول كار دوت ستوب. تعالى نرن كده مثلا الابلكيشن بتاعنا. تعمل output ال BMW stops، ولو غيرنا هنا مثلا ده كده الشيب. ايه برضه كارت ستوبس، وجينا رنينا الابلكيشن هيبقى الشيبس ستوبس. تمام كده، كويس جدا جدا. تعالى بقى نربط الكلام بتاع المره اللي فاتت بالبوليمورفيزم، او ان انا عايز دلوقتي اطبق كونسبت البوليمورفيزم. طيب دلوقتي عندي دي بقى الحته المهمه جدا في الانترفيسز، يا ريت تركز معايا جدا في الحته دي، ان هو ده المبنى. لا اصلا فكره الديزاين باترن، انا عندي انترفيس اسمه ايه بالظبط؟ عندي انترفيس اسمه اي اس توبكل، في كام كلاس بيعمل له امبلمنت بالظبط؟ في كلاس اللي اسمه بي ام دبليو، والكلاس اللي اسمه الشيب. ولو فاكرين من كونسبت البوليمورفيزم من المره اللي فاتت، انا دلوقتي في اثنين كلاسز بينهرتوا مني، اللي هو لو كنا بنتكلم بقى على ابستراكت كلاسز. تمام. طيب هذا انا بدل ما اعرف لي اوبجكت من الشيب واوبجكت من البي ام دبليو واخلي الاثنين نادوا على الموضوع ده كده، طب ما انا بمنتهى السهوله جدا اطبق مبدا البوليمورفيزم، مش كده ولا ايه؟ منتهى سهولة جدا اطبق مبدأ البوليمورفيزم. البوليمورفيزم يعني ايه؟ يعني مثلا الانترفيس اللي اسمه اي اس توبابل مثلا كده، الاي اس توبابل مثلا هنسميه هنا كده وليكن اوبجكت، مثلا نسميه هنا او بي او حاجة او بي جي بي ايكوال. تعالى كده نجرب نعمل نيو اي اس توبابل نشوف هيشتغل ولا لا من غير ده خالص. كنترول زي ما ينفعش، ودي حاجة لازم تكون عارفها برضه على الانترفيسز، إن ما ينفعش إنك تعمل منها إيه؟ بالظبط كده، ما ينفعش إنك تعمل منها أوبجكت خالص. بيقول لك هنا أي استبابول إز أبستراكت كانوت بي انستانشيتد، ما ينفعش إن أنا أستانشيت منه أوبجكت، أو إن أنا أينيشاليز منه أوبجكت أصلاً. تمام؟ ولكن زي ما اتفقنا إن في فرق مهم جدا جدا جدا، لما كنا بنرسم كتير قوي في أول الكورس، إن في فرق مهم جدا ما بين حاجة اسمها instantiation وحاجه اسمها declaration. انا ممكن اديكلير ريفرنس، ولكن ما ينفعش ان انا انيشاليز الريفرنس. تمام. ولكن انا هنا خلاص، هنا كمان كريت ريفرنس من النوع اي ستوبابل، كويس كده، هو اشتغل مفيش مشكله خالص. ده ايرور عشان بس مفيش الاوبجكت هنا خالص. طيب هل ممكن بقى انيشاليز الاوبجكت دوت بكلاس معين ببي ام دبليو مثلا؟ اشتغل عادي جدا جدا جدا. هل ممكن ان انا اجي اقول هنا كده الاو بي جي واجي ارن الابلكيشن بتاعي، يا ترى هيشتغل ازاي؟ بي ام دبليو ستوبس. هنا الاوبجكت اللي من نوع اي ستوبابل، عارف منين حضرتك؟ عارف منين
ان هينادي على الفانكشن ستوب اللي موجوده في البي ام دبليو بالظبط عشان مبدا البوليمورفيزم، كويس كده، او عشان ان انا هنا عملت برضه انيشالايز من نوع بي ام دبليو. طب هنا لو غير دوت وخليته مثلا من النوع شيب، تعال نرن كده الابلكيشن، هتلاقي ان هو دايما بيقول لك chips stops. يبقى هو هنا راح نادى على الفانكشن على حسب الانيشاليزيشن بتاعي، وطبعا الاوبجكت من نوع ايه؟ من نوع الاي اس تبعهول. ولكن ايه؟ لازم ان يكون الكلاس دوت بيمبلمنت الانترفيس ده. تمام؟ يعني انا ما ينفعش اجي هنا مثلا في الكلاس اللي اسمه شيب هنا كده واجي امسح كلمه ال مثلا الاي اس تبعهول ده خالص، واشيل كلمه هنا اوفر رايت كده هنا، تمام، واجي هنا كده في خلاص ايرور ايرور، هو هيقول لك الايرور لوحده اصلا بيقول لك انكومباتبل تايبس شيب كان نوت بي كونفرتد تو اي ستوبابل مي سبليت ريليشن. سيبك من الكلام ده كله، يعني انا ما ينفعش ان انا اكونفرت الكلاس شيب اكونفرت الاوبجكت من نوع اي ستوبابل، لان الشيب ده مش بي امبلمنت اي ستوبابل. تمام كده؟ فلازم تكون فاهم الفرق ده كويس جدا 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 ما بين ال two difference ما بين الابستراكت كلاسز وما بين ال interfaces. طيب ده كده الانترفيسز اتكلمنا فيها بالتفصيل الممل شويه، باذن الله المره الجايه هقول لك بقى الكابابيلتيز بتاعتها او تقدر تعمل منها ايه والحاجات دي كلها. عايزك برضو تكون فاهم حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان حضرتك لازم فين الايرور؟ اه تمام كده الايرور راح. ان حضرتك لازم بعد كده لو هتطبق مبدا البوليمورفيزم يبقى تستخدم ال الانترفيسز، حاول تستخدم الانترفيس دايما في البوليمورفيزم، ما تستخدمش الابستراكت كلاسز. الابستراكت كلاسز ليها انواع معينه في الكودنج وكده، او ليها سيناريوز معينه، ولكن الانترفيسز هي اكثر قوه وفيها قوه كبيره جدا، وهنعرف تفاصيلها بالتفصيل قدام، وهنعرف ليه اصلا الجافا بتستخدمها في كل حاجه، والحاجات دي كلها هنستفيد منها كتير جدا جدا قدام يعني ان شاء الله رب العالمين. مثلا دي بقى شويه الحاجات اللي الجافا بتقدمها او بيشرح لك الانترفيس اصلا عباره عن ايه وبيتكلم فيها. بص هنا كده ريليتد ديسباتشر تايبس، هنا بيقول لك الانترفيسز بتربط وبرضه بيقول لك الكلاسز كان بي بروسيسد بوليمورفيكلي، يعني انك تعرف تستخدم البوليمورفيزم لما تخلي في انترفيسز وتخلي في كلاسز بتمبلمنت الانترفيسز ديت يبقى هتعرف تعمل البوليمورفيزم. هنا الانترفيسز فيرسز الابستراكت كلاسز عشان السؤال برضه اللي حد ساله، هتلاقي الاجابه عندك في الكتاب طبعا. في حاجه اسمها تاجنج انترفيسز هنتكلم عنها في شابتر 15 زي ما هو قايل في الفايلز اند ستريمز اند اوبجكتس سيريالايزيشن، هنتكلم بالتفصيل باذن الله. تاجنج انترفيسز انترفيس فيها قصص كتير جدا جدا جدا، لكن باذن الله الشابتر الجاي او سوري الفيديو الجاي هنتكلم بشكل مفصل شويه عن الجافا ستاندرد اديشن 8 انترفيسز انهانسمنت، وهو الجافا طبعا عارفين ان الجافا اصدارات احنا بنشرح فيها دلوقتي اصدار 8 تمام، هو قديم شويه ولكن هو الاساس، هو اللي فضل 3 سنين او 4 سنين موجود، فلازم يتشرح كويس او لازم تكون فاهمه طبعا، وبعد كده انك تعرف بقى تذاكر 9 و10 و11 او الاصدارات اللي بعد كده، هي بس شويه تحسينات قليله جدا لازم تكون عارف يعني ايه اللي بيحصل فيها. الجافا 8 بقى جت باصدارات جديده وجت بانهانسمنت جديده للانترفيسز، اللي احنا قلناه دلوقتي كله كان الاساسيات بتاعت الاو بي كانترفيسز. وخد بالك من حاجه مهمه جدا، احنا بنشرح دلوقتي او او بي مش بنشرح جافا، حاول دايما تفرق بين المبدا ده كويس قوي. في حاجه اسمها او او بي بنشرح كونسبت بتاعته بالجافا، لكن في الشابترز اللي بعد كده مثلا لما ناخد حاجه اسمها سترينجز او ناخد حاجه اسمها مش عارف ايه كده، احنا بنشرح حاجه في الجافا نفسها، تمام، حاول تفرق من الموضوع ده. فالجافا بقى جت عملت انهانسمنت معينه للانترفيسز، جت مش عارف عملت حاجات معينه، جت عملت انهانسمنت للكونسبتس نفسه مع شويه اضافات جديده، لازم تكون فاهم الفرق بين الحاجتين دول كويس قوي قوي يعني. فباذن الله المره الجايه هنتكلم بشكل مفصل شويه عن الجافا انهانسمنت او الحاجات اللي حصل لها انهانسمنت في الانترفيسز. يعني الحاجات دي مفيده جدا جدا، اوتو كلوزبل انترفيس، الحاجات دي هنتكلم عنها بالتفصيل الممل في الشابتر الجاي باذن الله. هنعرف بقى يعني ايه سيريالايزابل، يعني ايه رانبل انترفيس، لما نتكلم في الثريدز نعرف يعني ايه كومبيرابل. يعني القصه بقى جميله جدا، انترفيسز فيها قوه جدا 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 قدام اصلا، يعني هتبني عليها حاجات كتير قوي 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 للاخر من النهارده لحد الصبح يعني. فحاول تهتم جدا جدا بالكونسبت ده. بس كده الفيديو الجاي باذن الله هنكمل الجافا ستاندرد اديشن 8 انترفيسز انهانسمنت. تمام ماشي، شكرا.